مرحبا بحضراتكم مرة تاني ومعادنا مع أولى فقراتنا الحوارية، وهنتكلم فيها عن مصطلح سمعنا عنه خلال الفترة اللي فاتت وهو التصنيف الائتماني، وفكرة أن في مؤسسة كبيرة اسمها موديز بتخفض التصنيف الائتماني لمصر. يبان الكلام لحضراتكم مكلكع شوية للبعض اللي لسه أول مرة بيسمع عنه، لكن احنا النهاردة جايين علشان نبسط المواضيع ونفهم يعني إيه تصنيف ائتماني، ونفهم ليه هذه المؤسسة خفضت التصنيف الخاص بمصر، وتأثير ده هيكون إيه؟ يعني هل في تبعيات لهذا القرار وهذا التصنيف ولا لأ؟ مشرفنا يكون معانا للحديث عن هذا الموضوع الأستاذ محمد أبو عاصي، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي. مساء الخير يا أستاذ محمد، أهلا بحضرتك. مساء الخير يا شتينا، أهلا بك وبكل متابعينك. زي ما قلنا كده، فكرة التصنيف الائتماني وبعد ما قررت موديز أو أصدرت يعني بيان بتخفض فيه التصنيف الائتماني لمصر، محتاجين أولا نفهم يعني إيه تصنيف ائتماني علشان بعد كده نفهم بقى تبعيات هذا الموضوع. هو في البداية التصنيف الائتماني ده يعتبر عنصر من عناصر الاقتصادية المهمة جدا، حاجة مكلكعة الناس بتشوفها بتخاف منها، بس للأسف هو متداخل في كل قراراتنا الاقتصادية من غير ما نعرف، كل توجهاتنا الاقتصادية من غير ما نعرف، حتى كل توجهات السوق وآلياته هو متداخل فيها. الكلمة من ضخامتها يمكن البعض مش عايز يبحث أو يشوف وراها هي رايحة فين أو جاية منين، لكن هي زي ما قلت لحضرتك متداخلة في كل شغلنا على مدار اليوم. تصنيف الائتماني أو وكالات التصنيف الائتماني ده قصة كبيرة جدا، ظهرت بالظبط سنة 1837، كانت في مشكلة كبيرة قوي في أمريكا وقتها اسمها أزمة الذعر الاقتصادي، ده حاجة كده من الأزمات الاقتصادية اللي بتظهر من وقت للتاني. كان مشكلة الأزمة دي في الأساس إن كان في حاجة اسمها المضاربة بالديون، كانت بعض الشركات اللي بتطلع بتبدأ تعرض أعمالها أو نتائج أعمالها وتقول والله أنا محتاجة تمويل، تقوم يجي رجال الأعمال أو الناس المستثمرين زي نظام البورصات يرموا فيها فلوس، بس أنا مش عارف وضع الشركة دي إيه، مفيش عندي ما يخليني إن أنا أصنف هي وضعها إيه. بتكسب بتخسر الشركة دي أصلا عندها ملاءة مالية قوية أن أنا أقدر أستثمر فيها، تقييم يعني للشركة، تقييم لأداء الشركة، ما فيش كمان ورقة بتطلعه سوى الورق اللي هي بتعمله، وبصراحة في الأغلب أو تحت ضغط الاستثمار ممكن الورق ده يكون مضروب. اللي حصل إيه؟ اللي حصل بهدوء بدأ يظهر في التوقيت ده أو حصلت أزمة كبيرة بدأ بعدها يظهر حاجة اسمها التصنيف الائتماني، وبدأت مع بداية القرن 19 أو خلال القرن 19 كله تظهر مصطلح وعلم التصنيف الائتماني، وكمان اتقلب لبزنس واتقلب لدور نشر واتقلب لوكالات تصنيف زي ما حضرتك قلت. احنا عندنا في العالم اكتر من 182 وكالة تصنيف ائتماني، بس الابرز فيهم المشهور فيهم اللي هم الثلاثه اللي هو ستاندرد اند بولز، يعني عندنا ستاندرد اند بولز وعندنا موديز وعندنا وكاله فيتشر للتصنيف الائتماني. دول الثلاث وكالات اللي هم الاقوى على مستوى العالم، في بعض الوكالات تطبع دول معينه او اتجاهات سياسيه معينه، بس دي بره اطار حديثنا. طيب يعني ايه تصنيف ائتماني؟ تصنيف الائتماني ده ببساطة جدا هو الجدارة الائتمانية، كده يبقى المصطلح بقى مكلكع أكتر. الجدارة الائتمانية اللي هي ذمة حضرتك المالية، أنا النهاردة هسلفك بنسبة كام هترجعيني فلوسي؟ والله بنسبة 100%، ما هو كلمة حضرتك عندي فوق دماغي، بس أنا عايز ده على الورق، عايز أعرف إيه الممتلكات اللي عندك اللي لا قدر الله في حالة ما تعثرت سداد ديونك أقدر أحط دي عليها. زي مثلا الشخص اللي رايح ياخد كارد فبيبقى فيه ضمانات. جميل، فنفس الفكرة بنتكلم عليها في التصنيف بس الائتماني. هنا الضمان بقى في التصنيف الائتماني ما بيكونش ضمان على الورق وبس، ده بيكون ضمان على الحالة الاجتماعية وعلى الواقع اللي احنا شايفينه قدام. فدلوقتي هي التصنيف الائتماني اللي هو جدارة الائتمانية اللي هي ذمة المالية. طيب جدارة الائتمانية في السوق الدولي هي ثقة الناس أو ثقة الدول أو ثقة المستثمرين الدوليين في أن أنا أكون قادر على سداد ديوني، دي نقطة من النقط المهمة جدا. فأنا النهاردة عندنا في دول ما عندهاش جدارة ائتمانية، طبعا عندنا كوريا الشمالية بطلة العالم في الاستلواح، تاخد الفلوس ما حدش يقدر ياخد منها حاجة، ده مثلا ده سبيل المثال. عندنا دول مثلا زي فنزويلا دلوقتي عندها أزمة سياسية كبيرة وأزمة اقتصادية كبيرة، تقدر النهاردة تسلف فنزويلا؟ عندها كميات كبيرة من النفط على فكرة والغاز، بس عندها كمان أزمات سياسية وعندها حاجات اللي هي العقوبات المفروض عليها من وقت للتاني بتتفرض عليها من أمريكا ومن الاتحاد الأوروبي والأماكن دي كلها سبب النزاعات السياسية المختلفة بتاعتها، فدي برضو عندها مشكلة في تصنيفها الائتماني. فالنهاردة مفيش أي دولة في العالم تقدر تسلف، لأن هيجي بكرة مش هيقدر يسدد وما يقدرش يسدد. هنا الأول كان ممكن الدول تحل الموضوع ده عن طريق بقى أنها تبدأ تبعت جيوشها ليك ويبقى في صدام عسكري، لكن دلوقتي ما بيحصلش، بيعمل حاجة عليك اسمها حظر دولي. الحظر الدولي ده بناء على التصنيف الائتماني السيء بتاعك اللي انت ما انتش قادر تاكل ولا تشرب او تستلف، محدش قادر يديك فلوس، فبالتالي مش قادر تتعامل في السوق الدولي حتى لو عندك مليارات الدولارات. تعامل في السوق الدولي يعني ان انا اقترض او ان انا او اشتري سلعه،
او اشتري سلعه كمان. او اشتري سلعه، ودي نقطه مهمه جدا، دي نقطه من النقط المهمه جدا. فده معنى كلمه تصنيف ائتماني او جداره ائتمانيه. طيب نبدا بقى نتكلم في النقط الثانيه. انا ايه فايده التصنيف الائتماني ده بالنسبه لي انا كدوله على سبيل المثال؟ في عندي حاجه في السوق الدولي اقوى من الدول، ايه هي؟ اسمها المستثمرين. المستثمرين الدوليين او المستثمر عموما هو اقوى من اي دوله في العالم. الدول كلها بتشتغل تحت ايده وتحت امر المستثمر، بتهيئ له المناخ الاستثماري، بتهيئ له المناخ الجاذب بتاعه، والمستثمر بياخد امواله وينقلها من هنا ويوديها هنا. في نوعين من الاموال، في استثمارات اللي هي الاستثمارات المباشره بتبقى على الارض، اللي عباره عن مصانع، عباره عن شركات، عباره عن ادوات استثمار في البضائع، تجاره، وفي كمان استثمار تاني اللي هو نوعيه الاستثمار في البورصه، ونوعيه استثمار تالت اللي هو الاستثمار في اذون الخزانه والسندات. هنيجي نجيبها من الاخر، اذون الخزانه والسندات والصكوك دي ادوات دين. دي بنسميها في الاقتصاد الهوت ماني او الاموال الساخنه. انا دلوقتي واحد من الناس راجل عايز او كدوله عايز ابدا استلف من السوق الدولي، عايز ابدا اجيب فلوس وعشان امول كل مشروعاتي او على سبيل المثال امول صفقات. بعمل ايه؟ بروح اقول والله انا عندي اذون خزانه، بطرح اذون خزانه او بطرح سندات او بطرح صكوك، دي بطرحها في السوق الدولي، بقول لهم والله انا عايز 1.5 مليار دولار. ودلوقتي جاي لي خبر عن ان مصر بدات النهارده تطرح اذون خزانه في السوق الدولي وسندات، عايزه فلوس وعشان امول الصفقات بتاعتي. هنتكلم على قرارات الدوله والحكومه في التوقيت الحالي، لكن خلينا نشرح كده الموضوع. ان اولا الاذون والسندات، الاذون والسندات دي بنسميها الاموال الساخنه. الاموال الساخنه والله انا راجل مستثمر امريكي او مصري او حتى جنوب افريقي، صحيت الصبح من النوم لقيت مصر النهارده عامله سعر فايده عالي جدا والبورصه بتاعتها شغاله، وكمان طالبه اذون خزانه في سعر فايده عالي، وكمان الوضع في مصر جميل ومستقر والامور الاوضاع الماديه عندها افضل، فانا بالتالي بلجأ لنقطه جميله جدا، بقول طيب حاضر انا هعمل حاجه كويسه وهبدا اشتري في مصر. يجي بالموبايل بانكينج بتاعه، المحفظه بتاعته عن طريق الشركه، يتصل يقول لهم والله انا عايز اشتري من مصر مثلا وليكن ما قيمته 100 مليون دولار مثلا 100 مليون دولار اذون خزانه او سندات. على لو انا تصنيفي الائتماني منخفض، بالتالي الاستثمار عن طريق اذون الخزانه هيبقى منخفض، هينخفض. هينخفض. هنا بقى بيبدا هو يلاقي الموقف عندي جميل يشتري منه الصبح، لا بعد الظهر الوضع في امريكا بقى جميل جدا، ابدا بعد اجي بسرعه بايع في مصر وشاري، اللي هو بقى الاموال اللي بتتحرك. يعني ده ابسط تعبير ليه. يعني احنا كده علشان بس نبقى بنجمع الموضوع، اول حاجه هنستفاد منها في حاله التصنيف الائتماني الجيد اولا الاستثمار عن طريق الاذون والسندات. ايه كمان النقطه الثانيه؟ الشركات نفسها. انا دلوقتي اي شركات في في في, في الاطار الدولي بتبص لاول 10 واخر 10 في الكشف. يعني اول 10 واخر 10 في الكشف. التصنيف الائتماني وكالات التصنيف الائتماني عندها مؤسساتها البحثيه، ومؤسساتها البحثيه بتعتمد على ابحاث اقوى من المؤسسات اللي اقوى من الابحاث بتطلع من عندك من البنك المركزي او وزاره الماليه بتاعتك، لان ليها الادوات اللي بتقيس بيها، سواء عن طريق الدين، سواء عن طريق اذون الخزانه بتاعتك وتعاملاتها في السوق الدولي، سواء عن طريق البورصه، البورصه مرايه فضحه بتفضح الاستثمار، بتفضح وضع البلد مهما كان ممكن تغطي عليه. لا، اي بلد في الدنيا البورصه بتاعتها بتفضحها على طول على الشاشات وعلى القنوات وعلى الاماكن دي كلها. فببدا انا بعتمد على الحاجات دي، وطبعا بيبقى عنده كمان اليات معقده بيقيم بيها اقتصاد الدوله، ده وكاله التصنيف. فالنهارده باجي اقول والله انا عندي في 2023 عندي 10 اسواق، ال 10 اسواق دي معدلات النمو فيها هتبقى عاليه بناء على المؤشرات دي، وعندي برضو اسوأ 10 اسواق بس دول في اخر الكشف. الدول او الشركات بتعتمد على بتتعامل على الاول 10 اسواق واخر 10 اسواق، بتتابع الكشف علشان تعرف تستثمر فيه. اعرف استثمر فيه وهنقل استثماراتي من البلد دي للبلد دي، وهنا في مصر هستفيد من وضع سياسي قائم او وضع سياسي معين او وضع اقتصادي قائم او وضع اقتصادي معين. فبالتالي انت كدوله محتاج كل الاموال دي، محتاج تلم الدولارات، فبالتالي لازم تراعي من وقت للتاني اللي هو تصنيفك في السوق الدولي عامل ازاي. تمام، احنا قلنا في نقطه ثالثه. دول النقطتين الاساسيتين. النقطه الثالثه تخص البورصه. النقطه الثالثه اللي تخص البورصه ان انا عندي النهارده طروحات حكوميه تنطرح مثلا بالنسبه لوضعنا كمصر، فبتبدا الاموال تدخل لنا، بس دي بتبقى مش ما نقدرش نقول انها اموال ساخنه، بس على الاقل بيبقى في اتجاه للسوق المصري النهارده، ده في طروحات حكوميه، في شركات هتطرح في البورصه، دره التاج الحكومي وقطاع الاعمال العام والشركات اللي ما كناش نقدر نقرب ليها دلوقتي بتطرح في بورصه مصر. يلا بينا يا رجال الاعمال نروح على مصر. ورايح على مصر بيصطدم بتقرير مش لطيف من مؤسسه التمويل الدوليه، تقول والله عندنا الوضع في مصر في خطوره الاستثمار بسبب 1 و2 و3 و4 على حسب. طبعا بيبقى عنده عناصره زي مثلا والله التقييم، ان على سبيل المثال عندي الاحتياطي النقدي بتاعي متواضع،
فمش هقدر اغطي في اي وقت انك تطلع، لانه عشان يطلع عايز ياخد فلوسه بالدولار مش بالجنيه. في ازمات سياسيه مثلا وليكن في مصر، فانت بتخاف انك تدخل تحط فلوسك في مصر. في ازمات اقتصاديه في سوق معين من الاسواق، في مثلا السوق السوداء، عشان كده الحكومه تدخلت بكل ما تملك سواء فيما يخص الجانب الامني او الجانب الاقتصادي لضبط سعر الصرف. وكان كانت في حلقه مع حضرتك من فتره احنا قلنا ان الحكومه هتضغط وعشان تقدر تظبط ده لان محتاجه تلجا للاموال الساخنه والهوت ماني. وكان عندنا مشاكل فيما يخص موضوع الاعفاءات الجمركيه، التعامل الاعتمادات الجمركيه، كان في ازمه كبيره فيما يخص النقطه دي. فالحكومه اتدخلت، او بمعنى صح الحكومه حاولت تظبط السوق ده عشان تظبط تصنيفها الائتماني. طيب يعني احنا دلوقتي لو هنتكلم على حاله مصر بعد ما فهمنا موضوع التصنيف الائتماني وكيف نستفيد منه وازاي طبعا هياثر دلوقتي في حاله مصر، ليه موديز خفضت التصنيف الائتماني؟ اولا علشان زي ما حضرتك ذكرت العمله الاجنبيه، ايه تعتبر تاني من الاسباب المباشره اللي كان ليها تاثير خلال الفتره اللي فاتت؟ ونعرف كمان التصنيف ده بيتم خلال فتره قد ايه، يعني بيحسبوا وبيقيسوا الموضوع في مده بتتراوح من امتى لامتى؟ هو انا بس عايز قبل ما ابدا اخش من النقطه دي حابب اقول ان اجمل حاجه ان احنا نحترم وعي الناس ونقول لهم فين الصح وفين الغلط وحطوا قدامه كل حاجه على الترابيزه وهو يشوف رؤيه واضحه. كان عندي مشكله كبيره ان بعض الناس بتبص لتصنيف موديز او وكاله التصنيف كلها ان هو ده تصنيف مؤامراتي، يعني في مؤامرة. وممكن بسبب ان في عندهم مشاكل او ازمات قبل كده، او في بعض ازمات الثقة حصلت، او في بعض الفضائح اللي حصلت سواء في مخصوص وكالات التصنيف، ان بعض الاتجاهات بتكون مسيسة لحد ما. بس في الاخر يعني ممكن يكون السياسة بتلعب دور في التصنيف الائتماني، ممكن. بس هقول لحضرتك حاجة، هو حصل كذا موقف او كذا وقعة ده اللي خلت في تراجع في اداء الشركات التصنيف او في الاعتماد بنسبه 100% على تصنيفات، بس بيعتمد دلوقتي بنسبه 95% على تصنيفات. صحيح الثقه شرت 5%، بس ده مش معناه ان السوق عندك وردي انت واي بلد. فدي نقطه لازم بس ان انا بشيد ليها برضو او باكد عليها عشان برضو يعني من باب الامانه العلميه. دي نقطه. النقطه الثانيه، حضرتك كنت تفضلت وقلت ايه الاستفاده اللي انا بستفيدها. انا دلوقتي واحد من الاسواق بالنسبه لي هو رقم واحد ان انا اوفر كميات كبيره من الدولار، النقد الاجنبي او غيره، يعني دولار او غيره نقد اجنبي. فعندي الازمه ان انا هبدا او اشتغل على 3-4 محاور. اول محور لان انا محتاج الدولار زي ما اتفقنا في التنميه، محتاج الدولار وعشان ابدا اخفف حده الاسعار اللي بترتفع بشكل جنوني عندي هنا في مصر، لان انا عندي مشكله كبيره في الاسعار. يمكن دلوقتي اللي حصل سواء ارتفاع اللي هو زي ما بيقولوا بورصه البيض والبورصه الثانيه والدواجن والحاجات دي كلها، دي مش يعني الموضوع زاد عن حده. ده كله كان بسبب احنا عارفين ان ده هيحصل من اول ازمه الاعلاف اللي وقفت بسبب ان ما فيش دولار في السوق. فانت محتاج كميات كبيره من الدولار، وده رقم واحد. رقم اثنين، انا عندي شركات هيتم طرحها في البورصه، والطروحات دي الحكومه المصريه بتعول عليها انها تجذب استثمارات قويه خلال الفتره الجايه، سواء فيما يخص الشركات اللي هتجيلك، سواء فيما يخص حجم الشركات اللي هتجيلك. شركات عملاقه تبدا تيجي تستثمر في الشركات اللي عندك. مصر بتتحول من نقطه لنقطه، من اقتصاد الدوله لاقتصاد القطاع الخاص واقتصاد الفرد. انت النهارده في عز الاصلاح الاقتصادي اللي هو بقى البرنامج بتاعك، يا ينجح يا يقع. فانت النهارده محتاج تجيب كل الشركات الاجنبيه دي تشتغل عندك. فالنهارده وانا رايح اجيب الشركات الاجنبيه قصادا بتقرير زي ده، مش هياثر بنسبه كبيره، لان هو خلاص بدات فيتش تنزل تقارير دلوقتي ان الوضع افضل، يعني على عكس موديز اللي هي نزلت من اسبوع فيتش. وده سؤال يعني فكره، احنا كنا شايفين فيتش قبلها بفتره بسيطه نزلت تقرير افضل، لكن شفنا موديز بتخفض، فليه في تفاوت في الرؤى ما بين المؤسسات الخاصه بالتصنيف الائتماني؟ كلام حضرتك جميل جدا وفي محله. فيتش صنفت على أساس وموديز على أساس تاني خالص. موديز بتتكلم عن ما يخص نقطة معانا، إن أنا عندي فترة زمنية 3 شهور اللي هو ربع مالي. أنا خلال ال3 شهور دول بشوف وضع الاقتصاد رايح فيه، وباجي أحط نقط وشرايح. بصنف على اعتبار النظرة المستقبلية بتاعت حضرتك رايحة فين، أنت هتعمل إيه الأيام الجاية، بشوف أنت النهاردة معدلات الدين بتاعتك عاملة إيه. وللعلم دلوقتي انا عندي ازمه كبيره في السوق المصري فيما يخص معدلات الديون، في ارتفاع في معدلات الدين. بس حتى الان الحكومه المصريه زي ما انا اتفقت مع حضرتك المره اللي فاتت ما اعلنتش ان احنا عندنا ازمه. يعني احنا ما عندناش ازمه، احنا عارفين ان عندنا ازمه بس الحكومه ما اعلنتش، وبالتالي لم تتعثر عن سداد اي حاجه لحد دلوقتي باي طريقه من الطرق. ما فيش تعثر على السداد، ماشيه في اجراءات الاصلاح الاقتصادي فيما يخص اقتصاد الدوله. انا عارف ان اقتصاد المواطن مش هنكون بنضحك على بعض مأزي جدا، ارتفاع في الأسعار مستمر. بس في الآخر هي عندها 3 أنواع من الاقتصاديات، اقتصاد سوق واقتصاد مواطن واقتصاد دولة. اقتصاد الدولة هي ماشية في الطريق الصح، اقتصاد السوق بدأت تتدخل فيه، اقتصاد المواطن لسه بدري عليه قوي. فدي نقطة. فأنا النهاردة عايز أجيب الشركات العملاقة بالنسبة لي جنب الدولار والشركات العملاقة،
انا بالنسبه لي في طروحات حكوميه لازم يتم الترويج لها في البورصه، فانا بروج النهارده انك تيجي تستثمر عندي. في ازمه كبيره اكتر من الموضوع ده، وانا بجيب الاموال الساخنه من بره او بجيب الدولارات من بره، بلجأ دايما ان انا اخفض سعر الدولار، الجنيه الجنيه امام الدولار، يعني الجنيه ينزل وعشان اكون جاذب للاستثمار الخارجي. فبالتالي الحكومه المصريه هتبدا تلجأ الفتره الجايه، ودي قراءه دي مش معلومه او اعتبرها معلومه، تلجأ ليه؟ تلجأ انها تخفض الى حد ما سعر الجنيه ده اكتر من التخفيض الحالي، بس هيبقى بنسب بسيطه جدا، بنسب بسيطه جدا. طب ده ليه؟ ده عشان اكون انا عنصر جاذب اكتر واكتر واكتر للاستثمار خلال الفتره الجايه، وعشان ابدا يعني التف على تقرير مودز. يبقى انا النهارده عارف ان السوق المصري فيه خطوره كمستثمر دولي وانا داخل، بس عندهم يعني عنصر او نقطه مضيئه ان خلاص الاسعار عندهم هتبقى كويسه او الجنيه. احنا ما وضحناش ليه فيتش تصنيفها افضل. ما هو احنا قلنا فيتش تصنيفها افضل لان فيتش دلوقتي الاوضاع اتغيرت، احنا بقى لنا تصنيف مودز كده بقى له شهر. يعني فيتش كان بعد مودز؟ بعد مودز بشهر. وكمان فيتش اعتمد على حاجات تانية خالص، لان لو لاحظت حضرتك التقرير بتاع فيتش طلع بيقول ان في وضع السياحي ان مصر من افضل الوجهات السياحيه للتعامل خلال الفتره الجايه. دي نقطه من النقط. فالنهارده فيتش قال لك ان السياحه جايه مع ضرب الاسواق التركيه والزلزال في تركيا وسوريا، طبعا ربنا ياخد بايديهم ويخرجوا من الازمه اللي هم فيها. احنا بنتكلم از اقتصاد، فالاقتصاد بيقول ان الازمه دي يعني هتبقى الى حد ما طبعا في صالح مصر، لان السياحه هتبدا تنتقل من هناك لهنا على الاقل في الوقت الحالي. طبعا ربنا ياخد بايديهم، احنا ما بنقولش ان احنا بنفرح بحد. في نقطه مهمه لازم اشير بيها كمان، وانا باخد او بطرح الاذون الخزانه او السندات بتاعتي في السوق الدولي، لما بيطلع تقرير زي ده بيأذيني ازاي؟ بيخليني ان انا زي ما قلت لحضرتك بقدم حوافز زياده للمستثمر الاجنبي، منها مثلا على سبيل المثال ان انا ارفع العائد على الاذون الدولاريه الدوليه. بطرح مثلا في السوق الدولي بقول لهم انا عايز 1.5 مليار دولار همول بهم مشروعات قوميه عندي في مصر الجديده، والمشروعات دي ليها عائد، فهيبدا في هجوم عليا انه يشتري من عندنا. بس النهارده الهجوم ده في ظل التقرير ده بيقل، لان في مخاطر ان كمستثمر دولي مصر تتعثر وما ترجعليش فلوس. فانا هعلي العائد علشان انا هعلي العائد. العائد دلوقتي 11% وده عائد مبالغ فيه. كم في المية؟ 11%. 11% ده على الدولارية، الأذون والسندات الدولارية الدولية اللي بتطرحها مصر الفترة الأخيرة، وهي طرحت 1.5 مليار دلوقتي. 11%. 11%. في كمان نقطة، وأنا بطرح الأذن بعمل حاجة اسمها تأمين، لو لا قدر الله ما قدرتش أسدد، التأمين ده بيسند معايا شوية، أو يعني ممكن أدي منه جزء مبلغ ليكي ومبلغ للدين الفلاني والدين العلاني، بحيث إن أنا في النهاية على مبدأ أمور تتيسر يكون الناس دي أخذت جزء من فلوسي. التأمين ده كمان بيزيد لما بيحصل موضوع ان انا ازود العائد وان يحصل ما بيني يطلع لي تقرير بالشكل ده. يعني نقدر نقول ان في تأثير حصل نتيجة تقرير وتصنيف وكالة موديز طبعا، وهو ان انا رفعت العائد مثلا على سندات واذون الخزانة. هل في تأثير تاني حصل بالفعل خلال الفترة اللي فاتت نتيجة هذا التقرير؟ هو ما فيش تأثير غير ده. هو ده التأثير الاساسي، خصوصا بقى ان هو جاي كمان في توقيت مش لطيف، الفيدرالي الامريكي بيرفع الفايدة، وكمان في اتجاه انه هيكمل رفع الفايده، لان احنا ما وصلناش لنقطه المعادله او الركود او اللي هو الركود التضخمي اللي عايز يوصل له، للاسف هو ما وصلش للنقطه دي. فبالتالي هو بيلوح او بيلمح بورقه رفع الفايده، فانت النهارده لما ترفع الفايده اكتر من كده، وامريكا سوق صفري، المفروض ان الفايده بتبقى صفر في امريكا، فكون ان يبقى الفايده هناك ده حتى عطل اسعار الذهب. يعني اسعار الذهب بعد ما كانت واخده اتجاه وطلع دلوقتي لا، حصل ستوب وهتبدا او بطئ شويه او فرمل الاسعار شويه لحد ما يبدا الاسعار تبدا تشتغل، الناس هتبدا ترمي فلوسها اكتر في الدولار الامريكي، فده هيقلل من الاقبال على الاذون والسندات اللي انا بطرحها. فدي عندي مشكله كبيره فيها فيما يخصنا. بس هو في الاخر الحكومه المصريه هيكون عندها حلول، طبعا الحلول زي ان هم هيضطر يرفع الفايده على الاذون الدوليه، ممكن يخفض الى حد ما سعر الجنيه، ممكن يطرح بعض الميزات الخاصه بالسوق المصري. الحاجات دي كلها هتغير او هتعدل من وضع الخريطه المصريه لحد بدا مصر ما تبدا مصر تاخد اتجاه. طيب هل طرح الحكومه والدوله لبعض الشركات في البورصه وفكره التخارج من هذه الشركات ممكن ياثر على التصنيف الائتماني؟ لان احنا زي ما قلنا او اشرنا ان الوكالات دي بتشوف الدوله بتملك ايه من اصول كمان، فبالتالي لما الدوله تكون بتبيع نسب او بتطرح نسب من هذه الشركات في البورصه بياثر على التصنيف الائتماني أو بيخفض التصنيف؟ طرح الدولة للشركات في البورصة مبدئيا، خليني بس أوضح نقطة مهمة جدا حضرتك أثرتيها وبالصدفة البحت، مبدئيا الدولة لن تتخارج حتى الآن من شركة بنسبة 100%. صحيح. لكن هي قفلت شركات،
يعني اتجهت لتصفية بعض الشركات اللي هي اصلا خسرانة او اللي خرجت من الاطار العام. ويمكن حتى في عدد كبير من الشركات اللي تم خلال الفترة اللي فاتت تصفيتها، وهي قالت اعلنت الكلام ده، قالت ان انا مش هقدر اشيل عبء الشركة خسارة انها دعمتها مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين. خسرت ليه ومش خسرت ليه دي مش قصة، يعني دي معروفة كلنا عارفين القصص دي. لكن في نقطة التخارج نفسه، يعني ان انا ابيع الشركة بنسبة 100%. حتى الان ده ما حصلش لحد النهاردة. الحكومة المصرية قالت انا هطرح الشركات بنسبة من 10% ل 15% ل 20%. انا دلوقتي مش قادر ادير الشركات القطاع العام، عندي ازمات فيها، فجيت جاي للسوق المصري، وعندي كمان في نفس التوقيت بقى عندي بورصة هي التاريخية في المنطقة، وبورصة من اقدم البورصات لكن مش اقوى البورصات. فانا عايز ادعم البورصة عشان تجيب لي دولار، وفي نفس الوقت عايز ادعم الشركات عشان يجي لي ناس بتفهم اداره كويس او معاها فلوس تبدا تمول عمليه التطوير اللي بجد، وعن طريق الناس دي او عن طريق الشبكات اللي تملكها الناس دي اسوق المنتج ده خارج مصر، لان الحكومه مش فاضيه للاداره، الحكومه عندها ملفاتها اللي تقدر تتعامل فيها. فاللي بيحصل ان انا بطرح الشركات بتاعتي في البورصه، لما بطرح الشركات بتاعتي في البورصه بتبدا يجيب لي مستثمرين بره، فده هيغير فعلا وهيوضح وهيدعم الحكومه في وجه التصنيف الائتماني الخاص عندنا، هينزل هيعلي الريتش بتاع التصنيف الائتماني شويه، لان النهارده في شركات الشرق الاوسط او بمعنى صح دول الشرق الاوسط او دول شمال افريقيا بالتحديد او بالتحديد مصر، يعني الاساس على مصر، بيبقى في ازمه كبيره ان هو بيتكلم عن مصر بانها سوق بتتحكم الدولة بنسبة 80 أو 90 أو 100% من الاقتصاد، والكلام ده مش منطقي، لكن أو مش صحيح بنسبة 100%، لكن الدولة متواجدة في الاقتصاد. عشان كده الدولة عملت حاجة اسمها وثيقة ملكية الدولة. وثيقة ملكية الدولة دي هتخلي الحكومة تتخارج واحدة واحدة من القطاعات، لكن هتتواجد في بعض القطاعات اللي هي قطاعات الأمن القومي كرمانة ميزان عشان تعادل لو القطاع الخاص في مرة من المرات حاول إن هو يعني يتجبر على المواطن أو حاجة زي كده. لكن يعني بالتالي احنا بنقول فكرة إن في حالة إن الدولة لم تتخارج بنسبة 100% ده مش هيأثر على التصنيف الائتماني. ده هيعلي الريتش بتاعي عن التصنيف الائتماني، يعني هيخلي لا التصنيف افضل، التصنيف هيكون في مكان ايجابي اكتر، لان انت النهارده بتتعامل كسوق قطاع خاص. الاليه الاساسيه اللي بتعامل على اساسها التصنيف الائتماني هو انت نظام راسي مالي ولا مش نظام راسي مالي صرف. فانت النهارده كدوله بتطلع من الدور التكافلي بتاعك، لان الدوله لما بتصنع هي مش هتكسب، هي عايزه تأدي احتياجات الشعب مش محتاجه مكسب، او ده الفكر اللي كان سائد. لكن فكر الراسي مالي لا، انا هجيب شريك هو اللي يشيل القصه كلها كامله وهو اللي يدير، وانا كدوله اقعد اخد الاعدادات بتاعتي، وده الصح. الكتاب الاقتصاد بيقول كده، بيقول ان ده الصح. فالنهارده كمؤسسه فيتش او ستاندرد او موديز، لما اجي النهارده اشوف مصر ولاي مصر بتتحول من دوله هي اللي بتتحكم في الاقتصاد لدوله هي بتدعم الاقتصاد وسايبه الاقتصاد للقطاع الخاص، لان الدوله او بمعنى صح الحكومه في اي دوله في العالم، يعني زي ما بيقولوا دايما في مقوله عندنا في الاقتصاد بنقولها ان الدوله صانع سيء وتاجر أسوأ وغير جديره بالمنافسه على الاطلاق. ما حدش يقدر ينافس الدوله، الدوله امكانياتها قويه، فكون الدوله تدخل وتلعب اقتصاد لا مش صح ومش في صالحها، كده بتطفش القطاع الخاص. فالنهارده لما يجي القطاع الخاص وانا احط له برامج اصلاحيه واقول له تعالى اشتغل عندي وانا مش هفرض عليك ضرائب او هديك عائفات ضريبيه 5 سنين و10 سنين، انت عند حضرتك السعوديه جابت في مؤتمر كان عن التكنولوجيا من حوالي اسبوعين في اول ساعه جابت استثمارات ب 9.5 مليار دولار. ده رقم ضخم، ده رقم ضخم. فدي لا، انت لازم النهارده يعني تشوف الاسواق اللي حواليك ماشيه ازاي في المنطقه، ولا مش هتكون موجود في الاقتصاد. الموضوع مش موضوع مؤشر وتصنيف وتنميه، لا الموضوع اكبر من كده واعمق من كده، انت بتاسس الاقتصاد من الاساس. اذا نقدر نقول ان التحركات اللي قامت بيها الدوله خلال الفتره اللي فاتت او الحكومه علشان تحسن من التصنيف الائتماني، وطبعا تحسن الاوضاع الاقتصاديه بصفه عامه، اولا طرح الشركات في البورصه، ثانيا فكره سعر الصرف، حضرتك بتقول ان المتوقع خلال الفتره اللي جايه يكون في تقليل اكتر لقيمه الجنيه، متوقع يوصل لكام؟ والله هو انا عمري ما قلت رقم معين، يعني انا دايما بتحفظ ان انا اقول رقم، لكن انا هقول لحضرتك حاجه، لان بعض الناس بتقول لي هو الرقم العادل او القيمه العادله للجنيه قدام الدولار كام؟ ده صعب انك تحدده. هو السؤال الاوضح هو انت بتشتري ايه بالجنيه؟ ده سؤال. لو انت جاوبت على السؤال ده هتعرف القيمه العادله بالجنيه قدام الدولار ايه؟ انت بتحتفظ بالجنيه في قيمته او في صورته اللي هي ورقيه اللي هي الكاش والبنك نوت كام يوم وقد ايه وبتحتفظ بكام؟ لو انت جاوبت على السؤال ده هقول لك الوضع رايح فين. بعض الناس اللي بتشوفنا دلوقتي هتقول لك لا انت في حاجه غلط عندك، احنا محررين سعر الصرف اصلا. ماشي، ما احنا محررين سعر الصرف وتعويم حر، بس للبنك المركزي انه يتدخل في اي وقت
ويخليه تعويم مضار ليه انه يتدخل في اي وقت، وده حتى يمكن صندوق النادي الدولي اشار لي ان البنك المركزي المصري يتدخل في اي وقت بحيث يبطئ او يهدي من سعر الجنيه قدام الدولار. لكن انت النهارده محتاج دولار اكتر ولا جنيه؟ انا محتاج دولار اكتر، فبالتالي الجنيه سعره بينزل. ما عنديش حضرتك النهارده روحت البنك وطلبت قدر وليكن نص مليون دولار وما لكيش حساب بنكي بالدولار، هتاخديهم؟ انا هجاوب بالنيابه عنك اشك. فالنهارده صعب. لا يبقى انا النهارده مش هو، بس هديك اجابه ثانيه. هو هيتحرك يعني تقدري تقولي في حدود يعني 31-32 مش هيعلى عن كده، خاصه وان السوق الموازي دلوقتي الدوله نجحت فيها. كنت لسه هقول يعني تم القضاء على السوق السوداء تقريبا، بس في حاجه بس في بس ما زال مسعر. يعني طبعا احنا ما ينفعش الكلمه اللي انا هقولها حالا دلوقتي اقولها، بس يعني ده من باب الاسترشاد مش من باب حاجه، ان لان احنا ما عندناش غير هو سعر صرف واحد اللي بيتم اعلانه عن طريق البنوك المحليه والبنك المركزي. لكن بعض فلول السوق السوداء بيقولوا ان الدولار دلوقتي متسعر على 31 جنيه ونص. حضرتك كنا بنتكلم من حوالي فتره، من حوالي شهر تقريبا، ده كان هنتكلم في 38 و39، كانت ارقام خرافيه. فكون ان البنك المركزي يقدر يختزل الفجوه دي يبقى هو نجح في نقطه معينه. البعض قال ان النقطه دي تحديدا وصلنا ليها للمرحله دي نتيجه ان ما بقاش في دولار، ما بقاش في عمله اجنبيه. طيب هقول لحضرتك حاجه، باعتبارنا كصحفيين احنا محتكين اكتر بالاسواق، ده طبيعه عملنا، احنا محتكين اخباريا وصحفيا فيما يخص السوق السوداء او اي سوق تاني قانوني او غير قانوني، احنا محتكين بنجيب اخبارها ومصادرها من وقت للتاني، ده طبيعه ادائنا او طبيعه عملنا كصحفيين. المتعارف عليه المعلن حاجه والمتعارف عليه حاجه. المتعارف عليه ان كميه الدولارات الموجوده داخل السوق السوداء من 15 مليار لحوالي 22، وبنوصل في بعض وبعض الناس قالت 35 مليار دولار. Yeah. اللي هو قد احتياط البنك المركزي عندي. قد تقريبا الفلوس اللي خرجت في الهوت ماني في اول ما حصل الازمه. حصل فعلا. وبرده معلومه لحضرتك ومعلومه اساسيه وممكن انا مسؤول عنها بشكل مباشر، الكم الفلوس الهوت ماني اللي خرجت من مصر المعلن رسمي مع اول 6 شهور كان 40 مليار. 40؟ دلوقتي احنا بنتكلم 72-73 مليار دولار. يعني احنا بنتكلم يعني بدات الاحصائيات بان دي بقى الازمه اللي حصلت، 73 مليار دول هم سبب الازمه. فالنهارده نرجع مرجوعنا للسوق السوداء، السوق السوداء اللي فيها الرقم الكبير ده، الرقم ده صعب انك يعني ده التدوير اللي شغال في السوق السوداء. طيب ليه ما فيش تعامل في السوق السوداء دلوقتي؟ لان الدوله دخلت بقبضتين، قبضه اقتصاديه، البنك المركزي بدا يتعامل بقسوه شويه مع بعض التجار اللي هم بداوا اللي كان ليهم تداولات او تعاملات قريبه من السوق السوداء، والدوله بدات تتدخل بالقبضه الامنيه. البنك المركزي بدا يفرض قرارات، تعالى بتاع الذهب انت مشكوك او عندك شبهه انك بتتعامل في السوق السوداء، طبعا هحط لك قرار معين انك لازم فلوسك كلها تمشي بقى في الدائره الرسميه جوه البنوك، لان دي كان لها قصه حكيناها الحلقه اللي فاتت مع حضرتك هنا. صحيح. المره القبضه الامنيه تم القبض على مجموعه كبيره من تجار العمله، يمكن الدوله اعلنت الكلام ده بمبلغ كبير، ممكن يوصل في حدود 2 مليار، وده مش كلام رسمي، 2 مليار دولار، بس بنقول ان الكلام ده وصلنا له. فده طبعا خوف الناس كتير انها تتعامل خارج اطار السوق الرسمي. وكمان الاسواق بدات تبتلع الفجوه دي، كمان الدوله بدات تتدخل وتفتح للمواني، فده برضو كان حل كويس جدا لانه حرك. هو صحيح متاخر شويه، لكن ان تاتي متاخرا افضل من لا تاتي. طيب ختاما اسال حضرتك على الخطوات اللي محتاجين نشتغل عليها خلال الفتره اللي جايه لتتحسن الاوضاع بصفه عامه، سواء التصنيف الائتماني او كمان اوضاع اقتصاديه يعني عايشها المواطن. هي خطوة واحدة، نلعب اقتصاد صح. نلعب اقتصاد صح، وعشان ما نسيبش للأسواق زمام المبادئة، نلعب اقتصاد صح ان احنا نبدأ ناخد قرارات مصرية تعادل السوق. دلوقتي السوق المصري للأسف يعني فريسة للتجار، ده رقم واحد. صحيح. التجار صح، هو من زمان فريسة للتجار، بس الفترة دي بدأت أنيابهم تبان. لازم الدولة يكون ليها قبضة قوية على الموضوع ده. وانا ما بقولش ان الدوله تتدخل بالقوه الغاشمه بتاعتها الامنيه، مش قصدي على كده خالص، لان ده برضو ممكن يخلي التصنيفات تبقى اسوء، ان مصر بترهب رجال الاعمال. انا محتاج النهارده ان انا ابدا اطلع بقرارات زي استاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وده حد انا بشيد بيه على المستوى الشخصي في قراراته هاديه، بس بيعرف ازاي يلعب السوق. هو انت محتاج النهارده اداء اقتصادي قوي، محتاج النهارده انك تبدا تتجه للصناعه. أنا عارف إن الصناعة آخر ملف إصلاح بندخله وإن بيجيب عائداته بشكل طويل،
في مشكله كبيره جدا او في موضوع مهم جدا لازم ناخد بالنا منه. الطروحات الحكوميه، احنا النهارده داخلين شهر 3، احنا المفروض كنا نبدا، سياده رئيس الوزراء قال ان يكون في طرح شركتين او 3 خلال الفتره اللي فاتت، كنا بنقول بورسعيد لدول حاويات ودمياط، تمش طرح لحد دلوقتي، فلازم تكون خطواتنا اسرع. اتقال ان خلال الست شهور هيكون في 25% تقريبا من اجمالي 30 شركه هيتم طرحهم. انا عندي 32 شركه هيتم طرح من 1 لـ2 كل شهر او 3 شركات، انا عايز ابدا اطرح الشركات دي، فانا لازم النهارده كدوله اتحرك بسرعه، قرارات اقتصاديه، اداء اقتصادي قوي، ابدا اضغط اكتر على التجار، ابدا اضغط اكتر على ان انا يكون لي تواجد اكتر في المحافل الدوليه فيما يخص الاستثمار، ابدا اخد قرارات محفزه للمستثمرين، اقلل الضرائب خالص، ازود المحافزات اللي هي الضريبيه، اقلل الجمارك على المنتج الخام اللي جاي من بره وازودها على المنتج اللي يتصدر، احاول يعني احاول ان انا اكفي سوق. يعني طبعا قرارات مهمة واحنا في حاجة ليها بشكل كبير. أنا بشكرك جدا على توضيح لنا كل المفاهيم اللي يمكن كانت صعبة علينا جميعا. مهم ان احنا نعرف الاقتصاد لان هو شيء أساسي بيأثر على حياتنا بشكل كبير. شرفتنا ونورتنا الأستاذ محمد أبو عاصي الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا لسه حلقتنا مكملة مع حضراتكم، هنخرج لفاصل سريع وبعد الفاصل هنتكلم على التمويل العقاري وهل المبادرات توقفت ولا لأ، هنجيب على هذه التساؤلات بعد الفاصل، استنونا.